السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام تقبل الله طاعاتكم ورحب بكم في مستهل هذه الحلقة من الأجندة في أجندة هذا الأسبوع على مشارف فشل مشاورات الكويت هل تنجح رؤية الأمم المتحدة للحل في اليمن؟ في اليمن يلعن فرعون وتمجد الفرعنه. مشاورات الكويت تكاد تنفض دون تحقيق اي نتيجه تذكر. وسط انباء شبه شبه مؤكده بان الامم المتحده على وشك عرض رؤيتها الملزمه للحل. وهي خطوه ستكون حاسمه جدا واذا اصرت الامم المتحده على فرض رؤيتها فانها ستعيد الاعتبار للدور الاممي وللرعايه الدوليه لهذه المشاورات التي تعرضت مصداقيتها لاختبارات صعبه خلال السنوات الماضيه من عمر الازمه اليمنيه. والاهم الاهم من ذلك كله ان الرؤيه الامميه يبدو انها تقترب كثيرا من مضمون القرار الاممي رقم 2216. القرار الذي جرى تهميشه او جرى تهميشه واخضاعه للنقاش طيله الفتره الماضيه الى ان استنفذ الرعاه الدوليون املهم الذي كان قد عقدوه على ميليشيا الحوثي. ياتي ذلك بعد ان برهنت هذه الميليشيا على انها لن تتخلى عن خططها في المضي باتجاه اعاده تاسيس نفسها كقوه امر واقع تتسلح باجنده طائفيه. وهي اجنده لا تهدد الوحده اليمنيه والتماسك الاجتماعي في هذا البلد فحسب بل ايضا تشكل تهديدا استراتيجيا للامن الاقليمي. وهو امر يبقي التدخل العسكري للتحالف العربي خيارا لا مفر منه، ليس من اجل اليمن وحدها بل من اجل مصالح دول الخليج في المقام الاول. التطورات المرتبطه بمشاورات الكويت تركت اثرا في الاداء الحكومي على الارض، الذي يبدو انه مختلف هذه المره من خلال ما نراه من اجراءات تتخذها الحكومه تهدف الى تاسيس دور ميداني مؤثر لها في المناطق المحرره. عن التطورات السياسيه المرتبطه بمشاورات الكويت وتداعياتها الميدانيه والاداء الحكومي سوف نخصص ملفنا الاول من الاجنده بعد نحو ستين يوما من المشاورات بين طرفي الازمه اليمنيه الحكومه والمتمردون في ضيافه عاليه المستوى من من قبل دوله الكويت يبدو ان خيبه الامل هي حصاد هذه المشاورات فلم يعد الرهان فيما يبدو منعكدا على موقف اقل تشددا من جانب المتمردين لقد ارتكب المتمردون خطا فادحا بالانقلاب على التسويه السياسيه ويتعين عليهم اليوم ان يتراجعوا عن هذا الفعل الاجرامي الخطير على الاقل وامامهم فرصه مهمه لتحقيق ذلك عبر المفاوضات اذ لا يعد تراجعا كهذا هزيمه لا يعد تراجعا مثل هذا هزيمه بل تصحيحا لخطا ما كان يجب ان يقع ابدا يحاول الانقلابيون اظهار انهم نجحوا في فرض الامر الواقع وبالتالي فان على الطرف الاخر ممثلا بالحكومه ان يقبل بمنح من اغتصب السلطه مكافاه سياسيه كبيره هي التنازل عن السلطه نهائيا لصالح هؤلاء الانقلابيين حتى وإن تم ذلك في صيغة حكومة شراكة. قرار الأمم المتحدة واضح وملزم وقد صدر أصلا تحت الفصل السابع لأنه غير قابل للنقاش. وهذا يعني أنه لا مفر من تنفيذه بالحوار أو بالنار. قبل الشروع في أي ترتيبات سياسية يمكن معها النظر في إمكانية الشراكة مع هذا الطرف الانقلابي غير الموثوق. لكن الانقلابيين لا يريدون تنفيذ القرار الاممي من الاساس ولا يريدون الانسحاب من العاصمه والمدن التي سيطروا عليها ولا يريدون تسليم السلاح ولا يريدون للسلطه الشرعيه ان تعود الى صرعى لممارسه مهامها الدستوريه فقط يريدون شيئا واحدا هو طرح موضوع الرئاسه والحكومه للقسمه بحيث يحصلون على النصف من ذلك ومعه سلاح الدولة والعاصمة وكل شيء ممكن إن استطاعوا للتخلص من النصف الآخر في أي لحظة تماما كما حدث من قبل مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومع مسودة الدستور ومع اتفاق السلم والشراكة سيء الذكر وغيره من الاتفاقات والتفاهمات التي انقلبوا عليها وضحكوا بها على ذكون الجميع الرؤية الأممية وفقا لتسريبات موثوقة تتمحور حول ثلاث نقاط أساسية. أولى هذه النقاط تتعلق بالإجراءات التمهيدية وإبراز أو أهمها وفي طليعتها هذه الإجراءات التمهيدية إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري وما تسمى باللجنة الثورية العليا. وكل ما ترتب عليهما من آثار في مؤسسات الدولة مثل التعيينات وإلى غير ذلك. النقطة الثانية تتعلق بالإجراءات التالية أو تتعلق بالإجراءات التالية لهذا الإلغاء وما ترتب عليه وتشمل تلك الإجراءات تشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتمر لم يتورطوا في أعمال قتالية ولم يشاركوا مع الميليشيا في لم يشاركوا في... مع الميليشيا في أعمالها ويتم الانسحاب من المنطقة ألف التي حدد نطاقها الجغرافي بامانه العاصمه والحزام الامني لها. باشراف اممي لضمان عوده الحكومه الى صنعاء خلال شهرين. وبالتزامن او بالتزامن مع استكمال عمليه الانسحاب وتسليم السلاح يتم تشكيل حكومه وحده وطنيه واصدار قرارات العفو العفو العام والمصالحه الوطنيه. النقطه الثالثه تتعلق بالمرحله الاخيره وهي استئناف العمليه السياسيه وتحديد سلسله الاجراءات العمليه خلال فترة انتقالية أقصاها عامان من الواضح أن هذه الرؤية تكترب كما سبق وأن قلنا مع مضمون أو من مضمون القرار الأممي رقم 2216 ومن الواضح أيضا أن وفدي المشاورات قد أحيطا علما بهذه الرؤية ولهذا ذهب كل وفد إلى مرجعيته السياسية وفد الميليشيا ذهب إلى صعدة ووفد الحكومة ذهب إلى الرياض وما إن أجرى وفد الميليشيا مشاوراته مع زعيم الميليشيا حتى أصدر بيانا استبق به طرح هذه الرؤية بشكل رسمي على الوفدين في البيان الذي صدر عن الميليشيا شدد المتحدث باسم وفد الانقلاب وفد الميليشيا على رفض شدد على رفض أي ورقة لا تلبي ما أسمها بمطالب الشعب اليمني التي أعلناها أو أعلنوها في البيان والمتمثلة بسلطة توافقية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية بمهام وشخصيات متوافق عليها وبقرار يصدر من السلطة التوافقية وفك الحصار وإنهاء الحرب إلى آخر ذلك إذا فقد وقف الانقلابيون طيلة فترة المشاورات الماضية في الكويت حجر عثرة أمام أي خطوة كان يراد إنجازها باتجاه الحل حتى الاتفاق المبدئي على اطلاق نحو 50% من المعتقلين والمخفيين قسريا من قبل الميليشيا جرى التنصل منه ولم يطلقوا اي معتقل. كان يفترض ان يحدث ذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، لكن رمضان حل علينا وانقضت منه قرابه 13 يوما دون ان يتم الافراج عن هؤلاء المعتقلين الى الان. والذي حدث انه قبل يومين اعلنت الميليشيا عن الافراج عن عدد من السجناء غير محدوديه الهويه في محافظتي عمران واب حيث تمارس الميليشيا هناك سلطه امر واقع مطلقه وتعتقل المواطنين بصوره عشوائيه. لم يجري التحقيق من حدوث هذا الافراج على الرغم من عدم علاقته المباشره بالمعتقلين السياسيين والمخفيين كسريا الذين يقبعون حتى هذه اللحظه في سجون بعضها معروف وبعضها الاخر مجهول. الامر الذي يضع خطوة كهذه في سياق اللعب بالالفاظ وخلط الاوراق ليس الا واستثمار الفضاء الاعلامي المتشوق اصلا لرصد اي خطوة باتجاه السلام من شانها ان تساعد على حل الازمة في اليمن. المبعوث الاممي كعادته سارع الى الترحيب بهذه الخطوة وهو هنا يريد ربما ان يشجع الميليشيا على اتخاذ الخطوة الاهم وهي الافراج عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا واختطفوا على خلفية مناهضتهم للانقلاب وسلطة الميليشيا لقد تعطل حتى نشاط فريق المعتقلين والأسرة الذي تشكل في إطار مشاورات الكويت وعاد ليعقد اجتماعا يتيما وحيدا ولا يزال يراوح عند نقطة تصميم المبادئ والآليات وزاد المبعوث الدولي الأمر غموضا بعد أن ضمن إيجازه الصحفي مفاهيم جديدة بشأن هذا الملف منها الحفاظ على السلامة الجسدية والنفسيه للمعتقلين على نحو يعمق الانطباع بان اقامه هؤلاء ربما تطول في سجون الميليشيا الموقف المتعنت للانقلابيين دفع بوفد الحكومه الى الاعلان عن ان مشاورات الكويت وصلت الى طريق مسدود 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 وهو انسداد لم يعد يبقيه مواربا سوى التصريحات المتفائله الصادره عن المبعوث الاممي الذي يريد انجاز حل اي حل يضاف الى رصيده المهني واصرار اخر من قبل السفراء الغربيين علي انجاز الحل اي حل وهذا ربما دفعهم الى تاييد الرؤيه التي صاغها المبعوث الاممي تحت انظارهم بالتاكيد عادت الامم المتحده الامم المتحده اذا الى فضاء قرارها رقم 2216 مما يعني انها عادت لتفرض ارادتها التي تستند الى حق اصيل لمجلس الامن في حفظ الامن والسلم العالمي وهذا الحق يكون حقا كاملا اذا احتفظ ببعده الاخلاقي واذا تحرر من املاءات الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض الفيتو في مجلس الامن وكما هو معلوم فان القرار رقم 2216 بشان اليمن يعد واحدا من القرارات التي عكست اجماعا دوليا حول قضيه دوليه هي قضيه اليمن. لكن ماذا لو تصلب الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح في الرفض وظلوا يراوحون عند نقطه الصفر الراهنه؟ من الواضح ان مشاورات الكويت ليست بديلا عن القرار الاممي بل هي احدى المداخل السياسيه لتطبيق هذا القرار. لكن يبقى لهذا القرار تاثيره ومفعوله الذي قد يدفع التحالف التحالف العربي الى مواصله نشاطه العسكري وهذه المره في ظل قناعه كل الاطراف المؤثره بضروره انفاذ قرارات الشرعيه الدوليه بهدف احلال السلام في بلد مضطرب لا يمكن تجاهله او نسيانه كما جرى مع الصومال مثلا. ليس لان اليمنيين شعب مميز او مدلل بل لان استدامه الصراع في اليمن سيكون له عواقب وخيمه وتاثيرات خطيره على الامن الاقليمي والدولي. الرؤيه الامميه بالتاكيد ليست مثاليه فاسوأ ما فيها هو انها تعفي الانقلابيين من المسؤوليه عن جريمه الحرب الاهليه التي جروا اليها البلاد. وعن آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى ومئات الآلاف من المشردين جراء هذه الحرب. وأي تسوية سياسية لا تقوم على أسس واضحة من العدالة الإنتقالية التي تنصف الضحايا وتجبر الضرر ولا تكفل الجزاء العادل ضد المجرمين فإنها لن تنجح. في الحقيقة لا نحتاج إلى استيراد الأمثلة السيئة عن تسويات سياسية افتقدت العدالة الإنتقالية في المشهد اليمني. فلدينا تجربة حية قريبة. لم لم يجف حبرها بعد. فلقد انجز اليمنيون تسويه سياسيه كان من اهم اسباب فشلها ان المجرمين هربوا من استحقاق العداله الانتقاليه التي فرضتها التسويه عبر مخرجات الحوار الوطني. هربوا الى الامام واشعلوا حربا شامله اكلت الاخضر واليابس، اتسع معها حجم الجريمه التي اقترفها المجرمون انفسهم. في جرائم اجهاض ثوره التغيير التي ارتكبها المخلوع صالح واجهزته كان يمكن احصاء عدد القتلى او احصاء عدد القتلى والجرحى والمتضررين اما اليوم فيصعب احصاء الضحايا بعد ان تحالف المجرم الاول مع مجرم جديد اشد فتكا مجرم تحول فجاه من دور الضحيه الى دور القاتل الغاشم ونعني به طبعا ميليشيا الحوثي تطورات كهذه يعني تفرض او تفرض بقوه مسألة الاحتكام إلى قواعد العدالة الانتقالية لا يجب أن يختزل أو يختزل الأمل إلى مجرد الشراكة السياسية وإلا سيصبح العنف تقليدا متبعا من قبل من يرغب في الحصول على مكاسب سياسية سواء حدث هذا اليوم أو غدا خصوصا وأن الأحقاد التي تراكمت جراء هذه الحرب كفيلة بأن تحول الجميع للأسف إلى كنابل موقوتة في المستقبل لا شيء يستدعي التقدير اكثر من المبادرات التي تتبناها الحكومه خلال هذه المرحله الهامه والحساسه من تاريخ البلاد. فاذا كانت عودتها الى عدن قد مثلت الخطوه الاساسيه باتجاه استعاده دورها وتاكيد حضورها على الساحه فان الاجراءات التي تتخذها تعطي لوجودها على الارض قيمه ومعنى وتاثيرا. فقبل اربعه ايام تقريبا اشرف رئيس الوزراء الدكتور احمد عميد بن دغر على اعاده تشغيل مركز الاصدار الالي. وأشرف على إصدار أول جواز سفر من العاصمة المؤقتة عدن في إجراء منفصل عن مركز الإصدارات بصنعاء هذه الخطوة جاءت متأخرة جدا ونجم عن هذا التأخير ما رأيناه من جريمة ترحيل مواطنين يمنيين بدعوى عدم حيازتهم بطاقة هوية وإن كان هذا سبب سببا ظاهريا لعملية تطهير سياسي بدافع مناطق نعتقد أن الحكومة أوقفتها على الأقل أو أظهرت أنها لا ترغب في مثل هذه الاجراءات، لكن لا يزال امام الحكومه سلسله طويله من المهام التي يتعين عليها انجازها قبل ان تتمكن من اسكات الدعاوى الكثيره التي تتحدث عن غيابها وعدم فعاليتها، وتاتي في مقدمه هذه المهام استعاده الاشراف على الموارد الماليه. فتشغيل مطار عدن هو واحد من الخطوات التي يتعين اتخاذها، لا يتعلق الامر طبعا ب تسهيل امور اليمنيين فقط وسبل دخولهم وخروجهم من البلاد بل ايضا يتعلق بنفوذ الدوله وحضورها فالمواطن عندما يكون بوسعه الحصول على وثيقه سفر من حكومته الشرعيه والسفر عبر منافذ امنه تشرف عليها الحكومه الشرعيه هي واحده من المؤشرات على الثقه بقدره الحكومه وبنفوذها وجدوى حضورها ايضا أعزائنا المشاهدين إلى هنا نطوي الملف الأول من الأجندة نذهب إلى فاصل قصير نعود بعده لمواصلة النقاش في ملفنا الثاني الذي سنكرسه للبحث في الأبعاد الفرعونية للمسيرة الحوثية أرجو ألا تذهبوا بعيدا مرحبا بكم مجددا الذي فعله الانقلابيون والحوثيون على وجه التحديد خلال عام واحد من اجتياحهم للمدن واسقاط الدوله لم يخطر ببال اليمنيين طوال خمسين عاما من الثوره اليمنيه المباركه حكومه سقطت وفرت خارج البلد دوله انهارت مجتمع تعقدت احواله نسيج وطني تمزق نسيج اجتماعي تمزق وحده وطنيه هددت الحريات في اسوا احوالها الناس في اوضاع اقتصاديه ماساويه الاخلاق العامه للمجتمع وللناس تعرضت لهزات كبيره جدا رصيد النفاق الاجتماعية زاد حالة خراب واسعة النطاق باختصار شديد لم يحدث لها مثيل من قبل ولا كانت تخطر ببال اليمنيين كل هذا والمسيرة الحوثية تسمي نفسها مسيرة قرآنية والعلاقة الوحيدة بينها وبين القرآن هي العلاقة مع فرعون موسى في القرآن الكريم يبدو ان هناك تشابه كبير بين المسيرتين مسيره عبد الملك ومسيره رمسيس الثاني. يبدو هناك وجوه تشابه كبيره بين النماذج الفرعونيه في كل زمان ومكان. الفرعنه ثقافه الفرعنه السلوك وليست حاله تاريخيه مضت وانقضت. يبدو لنا هناك عدد من وجوه الشبه بين حاله الحاله الحوثيه من ناحيه والحاله الفرعونيه من ناحيه اخرى سنحاول التحرك معها او نحاول رصد اوجه الشبه في الفكرات التاليه السلطه للاسف شهوه مثل شهوه الاكل والشرب وشهوه الجنس الى غير ذلك والمبتلى بهذه الشهوه لا بد ان يتصرف بكامل قواه العقليه وبكامل قدراته وامكاناته الوجدانيه باتجاه تثبيت سلطته وحمايه هذه السلطه من اعدائها وخصومها ومن اي محاولات لاسقاطها. وفي العاده فان هؤلاء المتشبثين بالسلطه يتحولون الى ما يشبه طواغيت. ولكي يستمروا لابد من اعلان عناوين بارزة يعني يقدمونها للناس، دعاوى بارزة يقدمونها للناس، من هذه الدعاوى في أنهم لهم الأحقية في الاستمرار والبقاء في السلطة دعوة قديمة وجدت من أيام الأباطرة والفراعنة القدامى، هي دعوة الامتياز العرقي. الفراعنة زمان في مصر كانوا يعتقدون ويروجون بين الناس أنهم أبناء سلالة الآلهة أبناء رع كبير الآلهة. ورمسيس الثاني وهو فرعون موسى كما تقول التحقيقات التاريخيه كان يزعم انه ابن رع حتى اسمه رعمسيس يعني ابن الاله رع. هذه البنوه للالوهيه ليست حكرا على فراعنه مصر كانت حتى اباطره اليابان واباطره الرومان وغيرهم كانوا يزعمون وجود علاقه نسب بينهم وبين الاله في السماء. لكن رمسيس الثاني طبعا بعد ان حقق مجموعه انجازات للمصريين ولمصر في عهده منها القضاء على التهديدات الحثيه اللي كانت تهدد مصر من الشمال الشرقي والتهديدات الليبيه من الشمال الغربي والتهديدات النوبيه من الجنوب وبعد ان اسس اكثر من مدينه وبعد ان بنى يعني مجموعه مباني وانجازات وجد في نفسه الرغبه والكفاءه لادعاء مرتبة أعلى قليلا من مرتبة البنوة للإله ادعى الألوهية نفسها وصنع لنفسه يعني معبدا ضخما سموه معبد أبو أبو سمبل أو معبد أبي سمبل وطلب من الناس أن يعبدوه وحاول إقناعهم بذلك وأعلن في اجتماع طارئ ومغلق لكبار قياداته وللملأ من قومه والملأ طبعا هم علية القوم أعلن ألوهيته وطلب منهم أن يأمروا الشعب بالتوجه إلى المعابد لتقديم القرابين وتقديم الواجب تجاه هذا الإله هذه الحالة كما قلنا ليست حكراً على الفرعون الكبير رمسيس الثاني ولا على غيره من الأباطرة نجد ما يشبه هذا الكلام في الحالة الحوثية وما يشابه الحالة الحوثية هناك طبعا دعوة انتساب سماوي لكن هذه المرة ليس انتساب الى الاله وانما انتساب الى النبي يبدو ان الحالة الفرعونية كما قلنا متشابهة الحالة الحوثية تزعم ان ابناء النبي من حقهم ان يحكموا من حقهم ان يكون لهم امتياز في السلطة وامتياز في الثروه وامتياز اجتماعي يعني متعدد الوجوه دعوه الانتساب الى النبي عليه الصلاه والسلام محمد تشبه دعوه انتساب اليهود الى ابراهيم عليه السلام والقران كان قد حسم هذا الامر من وقت مبكر وقال في نص صريح واضح ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فاذا كانوا رجالا كيف تصح دعوه دعوه الانتساب هذه قالوا انهم ابناء رسول الله من جهه ابنته فاطمه القران ايضا حسم هذه المساله وقال ادعوهم لابائهم الانتساب الى النساء غير جائز في الشريعه الاسلاميه اذا في الحالتين هذه النسبه باطله وهم يعلمون بطلانها من الناحيه الشرعيه ومن الناحيه اللغويه لكنهم بحاجة إلى هذه النسبة لتبرير وتدعيم سلطتهم السياسية ليس إلا كما قلنا هذه الحالة ليست خاصة لا بالفراعنة وحدهم في الماضي ولا بالحوثيين معنا في اليمن كثير من الأباطرة الموجودين على قيد الحياة الآن كانوا يصنعون هذا الصنيع مثل أباطرة كوريا الشمالية كيم إيل سونغ مثلا الذي زعم لم يجد للأسف كيم إيل سونغ لم يجد يعني ما يقنع الشعب بانه ابن اله، ولم يكن لديه نبي حتى يزعم حاله انتساب الى هذا النبي، فزعم زعما عجيبا قال انه ولد في جبل مقدس. لنطلع على كلام كيم ال سونغ. لانشاء حكم ملكي في كوريا الشماليه، ابتدع كيم جونغ ايل اسطوره مهمه، اسطوره عائله شبه الهيه تتجسد قوتها فيه. Kim Jong Il's leadership of Korea. Mount Baekdu, the mountain that shines with the history of the Korean Revolution tells the great history of the leadership of korea by kim jong-il chairman of the national defense commission of the democratic people's republic of korea and supreme commander of the korean people's army بحسب هذا الفيلم الدعائي فان الزعيم العزيز قد ولد في السادس عشر من فبراير عام 42 في جبل بايك دو، وهو جبل مقدس بالنسبه الى الكوريين، وقد ظهرت عند ولادته نجمه وقوس قزح، لكنه ولد قبل سنه في مخيم كوري للاجئين في الاتحاد السوفيتي، حيث كان والده ضمن برنامج حمايه وتدريب كي يصبح محارب عصابات. كما قلنا ثقافه الفرعنه واحده والبنيه بنيه فرعونيه واحده. ومن اوجه الشبه الاخرى التي يمكن رصدها بين الحاله الفرعونيه في التاريخ والحاله الحوثيه والاماميه عموما في العصر الحديث وفي العصور الاسلاميه الماضيه محاوله حصر السلاله وعدم الزواج او التزويج خارج السلاله. هذا حدث مع الفراعنه القدامى كانوا يحصرون سلاله السلاله الفرعونيه في داخلها فلا يزوجون ولا يتزوجون من خارجها الا ما اضطروا اليه. كان بعضهم يتزوج بناته او أخوات الشقيقات، يعني مثلا فرعون موسى اللي هو رمسيس الثاني تزوج من ابنتيه وتزوج احدى اخواته في سبيل عدم خروج السلطه السياسيه والمكاسب السياسيه من الدائره المقدسه. والايحاء للناس وايهامهم بان هذه السلاله النقية الذهبية لا يجوز ان تختلط بالسلالات البشرية المدنسة، هذه سلالة مقدسة، ولا يجوز لها ان تحتك بالسلالات المدنسة الا كما قلنا ما اضطروا اليه. وهذه العادة يعني ليس لها اصل شرعي ولا اصل علمي ولا اصل اخلاقي ولا من اي نوع من من, من 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 الاصول ولا اصل منطقي. لكنها جارية هدفها الوحيد طبعا هدفها الوحيد ليس الحفاظ على الناس كما يقال وكما يروج هدفها الوحيد هو المحافظة على فكرة نكاء السلالة من أجل المحافظة على السلطة ليس غير هذا وجه أيضا من الوجوه القبيحة أو وجوه التشابه بين الحالة الفرعونية والحالة الإمامية ننتقل إلى وجه آخر ثالث هناك ايضا وجه ثالث من وجوه الشبه بين الحاله الفرعونيه والحاله الحوثيه وما شابهها هو احتكار مصدر الحقيقه يعني فرعون مثلا رمسيس الثاني كان يقول ما علمت لكم من اله غيري هكذا في اجتماع مع الملا كان يقول ما علمت لكم من اله غيري انا لا ارى الها غير غيري انا لكم وهو منطق طبعا فيه قليل من الموضوعيه وكان عاده فرعون يلبس قناع الموضوعيه ليبدو كذا رجلا موضوعيا يستحق الاحترام ولذلك بعد ان خلص هذا الكلام في اجتماعه مع الملا وجه كلام هامان وقال له فأوكد لي يا هامان على الطين لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه لا من الكاذبين يعني موسى كلام في غاية الموضوعية بكلهم يا جماعة أنا أعتقد أنه ما فيش إله غير الإله الذي تعرفه اللي هو أمامكم الآن لكن ومع ذلك ما بش مانع أن نسوي محاولة ونصعد إلى السماء أنا بنفسي سأقوم بهذه المحاولة وأصعد إلى السماء لتفقد إله موسى إذا وجدناه آمنا به إذا ما وجدناه تأكد لنا جميعا أنه بي موسى بيكذب عليكم وأنا غالب ظني شوف غالب ظني ما انا متاكد رجل حصيف يعني غالب ظني ان موسى بيكذب عليكم طبعا الجماعه الحوثيين ما كسروش ماشيين على نفس الهدى هذا واخذوا يزعمون لانفسهم او يزعم لهم بانه القران الكريم لا يمكن ان يفهم الا من طريقهم والشريعه الاسلاميه لا يمكن ان تطبق ولا يجوز ان تطبق الا على ايديهم. والسلطه على المسلمين ينبغي ان تكون في ايديهم. فهم قرناء القران. وهم اعلام الهدى، هذه مصطلحاتهم. واخيرا قالوا انه انهم نطقاء القران. نطقاء القران. ولدينا مقطع طريف يكشف إلى أي مدى يتم تغيب الناس في هذه الموضوعات هذا أحد الحوثيين الذي يتبنى هذه العقيدة يتحدث عن القرآن باعتباره كتاب مظلم بدون آل البيت كما يسميهم كتاب مظلم لا يمكن للمؤمنين أن يفهموا ولا أن يطبقوا بدون حسين وعبد الملك وفؤاد وغيرهم نسمع من برنامج المسيرة القرآنية ومعنا في هذه الحلقة أيضا ودائما الأستاذ يحيى قاسم أبو عواضة صديق سيدي وتلميذه والباحث المتخصص في مشروعه أهلا بك أستاذ يحيى أهلا وسهلا المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وبالتالي طلع القرآن عمى ليس فقط كتاب ناقص وإنما طلع عمى نجد الظالمين يستفيدون من القرآن في ظلمهم للناس نجد المجرمين يستفيدون من القرآن في إجرامهم نجد المفسدين يستفيدون من القرآن في فسادهم بل وصلت المسألة إلى أن يقدم الله من خلال كتابه أسوأ من الشيطان فاستخدم القرآن لتقديم الله بهذا الشكل أسوأ من الشيطان لأن الشيطان إستعمل الشيطان جاء ليغير كل لكي يسيطر الفرعون والسلطة المستبدة على السلطة وعلى الناس لا بد من السيطرة على عقول الناس وعلى وعيهم والسيطرة على وعي الناس غير ممكن إذا كان هناك حالة عقلانية متوكدة لذلك المستبدون والفراعنة يعمدون إلى تغييب الوعي وتزييفه وتزييف العقل العقل الجمعي للناس باستبعاد التفكير المنطقي وإحلال التفكير الخرافي فيشيعون حول أنفسهم وحول أئمتهم وحول شخصياتهم ورموزهم أخبار وحكايات لا علاقة لها بالمنطق ولا بالعلم ولا بالدين كل هدف كلها هدفها آه كهر العقل الجمعي للتسليم بوجودهم وبأنهم وبأنهم قوى خارقة وقوى عظمى عمليات تزييف الوعي هي عمليه قديمه مارسها الفراعنه من زمن طويل وفرعون نفسه كان يدغدغ يعني هذا الجانب عندما عندما كان يريد ان يسيطر على شعبه كان دائما يذكرهم بذكريات دينيه فيقول لهم مثلا: ذروني اقتل موسى وليدعو ربه لماذا؟ اني اخاف ان يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد شوفوا أنا مش خايف على سلطتي فرعون مش خايف على سلطته هكذا أداء الإعلامي إعلامي هكذا فرعون لما كان يظهر في قناة المسيرة كان يقول أنا لست خائفا على سلطتي أنا خايف على دينكم أن يبدل موسى وخايف أنه يظهر في الأرض الفساد ألف ريال جرعة هذا الخطاب كان خطابا ذكيا من قبل الآلة الإعلامية لفرعون ولما يقول لهم ذروني يعني اتركوني دعوني هذا كلام فرعون من اللي ماسكك؟ له كانه بيقول لهم يعني قوموا بالواجب في وسائلكم الاعلاميه هكذا اشيعوا وسط الناس وسط العامه لانه في نهايه المطاف مهما كان الفرعون فرعون لا يستغني عن الناس هو بحاجه الى ظهير جماهيري الى شعب يكف وراءه ويساند قراراته على راي صاحبنا الفرعون لما نزل لهم مره رمسيس الثاني وقال لهم امنحوني تفويض بهذا العمل الذي ساقوم به بالتفويض بالانقلاب هذه العاده الفرعونيه كما قلت هي ثقافه موجوده بامكانك ان ترى شبيها لها في التاريخ القريب للحوثيين الحاله الحوثيه حاولت السيطره على عقول الجماهير من خلال مجموعه مقولات قصد بها تزييف الوعي كل من خالفهم صرفوا له مصطلح داعش داعشي او مرتزق كل من لا يؤمن بمسيرتهم فهو ليس بيمني هو اما داعشي او مرتزق او الاثنين معا طبعا عمليات تزييف الوعي هذه تحاول من وقت لاخر ان تجدد نفسها وان تجدد خطابها لكن في نهايه المطاف مهما كان الخطاب متجدد او جديد مره يعني يقدموه في شكل ديني ومره يقدموه في شكل مدني ومره يقدموه من منظور حقوقي وم... يعني لهم وجوه واقنعه كثيره لكنه في نهايه المطاف يعمد الى السيطره على الجمهور وعلى العقل الجمعي للناس في الفيديو القادم سنستمع لواحد من مفتي كبار الحركة الحوثية وهو المرتضى المحطوري وهو يفسر لجوء الحركة الحوثية للسلاح والحرب بأنه في مواجهة انتشار الخصوم المذهبيين وتحديدا الوهابية وما شابهها في اليمن نستمع لو مد يده للزيدية وحفظوها كمذهب لكانت درعا واقيا للمملكة وهم اوفى من السلفيين والوهابيين المرتزقه و يعني هذه هي الاسباب التي الان دفعوا بالحوثي الى الالتحام والقتال هذه 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 المشكلات هي التي دفعت بالحوثي وهي السبب في سفك هذه الدماء الغزيره. هناك وجه اخر من وجوه التشابه بين الحاله الحوثيه والحاله الفرعونيه القديمه. هو أن الحالتان تؤمنان بمبدأ القوة والغلبة في الحالة الفرعونية وفي الحالة الحوثية أمر الناس ليس شورى بينهم كما يقول القرآن أمر الناس بيد السلالة المقدسة سواء أو سواء سلالة رمسيس أو سلالة عبد الملك أمر الناس ليس بأيديهم كما يقول القرآن وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر هذا الامر ليس لهم الامر لاصحابه واصحابه هم العطره وهم اولياء المسلمين القُصر هذه الحاله بالمناسبه ليست مجرد امر واقع فقط الاستخدام القوه والايمان بمبدا الغلبه هذا ركن من اركان المذهب الذي يتبناه أو تتبناه الحركة الحوثية. والحركة الحوثية تتبنى أو تعلن ترفع شعار تبني المذهب الزيدي أو المذهب الهادوي تحديدا. ليس لأنها تحب المذاهب ولا لأنها تحب الدين ولا لا لا. هي تتبنى هذا المذهب لأنه يبرر لها كل الامتيازات التي تتحدث عنها. لأنه يحشد لها الناس ويجعلها يعني في مقام ولايه امر المسلمين القصر كما قلنا فكره الولايه التي يكررون الحديث عنها هذه الايام في خطاباتهم ومن خلال وسائل اعلانهم هي فكره الامامه في المذهب الزيدي وفكره الامامه تقوم على اساس الغلبة واستعمال السلاح من شروط الامام الامام الصحيح عندهم في المذهب ان يخرج بالسيف متغلبًا على الامام الظالم كما كما يقولون اذا الغاء الديمقراطيه والغاء حقوق الانسان وعدم الاعتراف بهما هو مذهب فرعوني مشترك بين جميع الفراعنه في كل زمان وفي كل مكان اخيرا كما قلنا الفرعون والفرعنه ليست حالات تاريخيه حدثت وانتهت وانقرضت من في التاريخ الفرعنة ثقافة كما قلنا قد نجدها في كل زمان وفي كل مكان وللأسف الشديد المسلمون لم يستفيدوا من القرآن الكريم ولم يحولوه إلى مصل واقي من ثقافة الفرعنة بدليل أننا كمسلمين ما زلنا ننتج بين الآن والآخر يعني نماذج فرعونية كثيرة جدا أينما وليت وجهك في أنحاء الوطن العربي ستجد فرعون قادع وستجد ثقافة فرعنة السحرة موجودون على شكل مثقفين وعلى شكل وسائل إعلام وعلى شكل متدينين أو خطباء موسى موجود على شكل مضطهد هارب هو وجماعته من وجه الفرعون المستبد الذي يستخدم القوة المفرطة في وجه أعدائه هذه دعوة لمراجعة توظيف القصص القرآني والقصص الديني والقصص التاريخي في سبيل إنهاء مظاهر الفرعنة وإيقاف ثقافة الفرعنة التي عطلت حياتنا وأكلكت الحياة العربية وعطلت العقل العربي وأوصلتنا إلى ما نحن فيه من حالة مزرية لا نحسد عليها على الإطلاق أعزائنا المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله